مرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامج الثانية. وصلوا معكم وكما قلت باش نحكيوا على وزلنا نحكيوا على معرض صفاقس أو الصالون المتوسط للفلاحة وصناعات الغذائية دورة 14 في معرض صفاقس الدواء وقص المعارض بصفاقس اسما ميد فود. رحب حذايا بسي عارف العيادي رئيس القسم التجاري عسامة سي عارف. مرحبا بكم. مرحبا. واسي كامل القرقوري أستاذ تعليم عالي مرحبا. مرحبا. شي حوالك؟ الحمد لله. سمعنا صوتك. لاباس. سمعنا صوتك. مرحبا أستاذ. يعيشك. علاش أنت بحذانا؟ على خاطر كما شفنا في الدورة السابقة والدورات اللي قبلها أنه فما لو فوروم سيونتيفيك. دونك اللي فما هي اللي الورشات أو للنقاش لتقديم معناها بحوث وآراء حول بعض المواضيع. ونحكيو معك بعد قليل. الصالون من 15 إلى 19 ماي 2024 بفضاء معرض أو بقصة المعارض بصفاقس. شنو شعار هالدورة هذه؟ شعار الدورة هذه اللي هو اقتصاد فلاحي متطور في مناخ متغير. يعني كي نقولوا ما تعرف المشاكل توا على الصعيد العالمي ومعناتها المتغيرات المناخية تفرض على أصحاب القرار وأهل المهنة باش يشوفوا حلول بديلة معناتها باش نشوفوا أساليب أخرى كيفاش نحافظوا على المنتوجات الفلاحية وكذا. مثلا هذا يترجم الفوروم سيونتيفيك وايضا بالعارضين. اكيد خاطر هما العارضين مش يجيبوا تقنيات جديده في دي تكنيك جدد في الاكسبوزيسيون في الماتيريال ولا كسوا في لي برودوي اليمونتير انسي دو سويت. هذا يجرنا خاطر معناتها هما مع المشاكل اللي موجوده هذو مش تم التطرق ليهم في الفوروم سيونتيفيك ولا بريفوني. الفوروم مش يكون هذه على مده 4 ايام على عكس الدوره السابقه مثلا يكون على يومين، مش يكون على تقريب تغطيه كامله في على مدار الدوره كامله معناتها ال4 ايام. دونك هذايا باش يعطينا باش تعرف قيمة المادة اللي موجودة في المعرض وهذوما التغييرات هذوما والأساليب الجديدة في كيما نجبدوا عطيت ديكزومبل مثلا تقنية الري باغ اكزومبل لي تكنيك هذوما ديريغاسيون وكذا. مش نحكيو حتى الستريس هيدريك هذوما الموجود شنو هما لي زالتيرناتيف الموجودين. هذوما هما معناتها أكثرية المواضيع اللي مش تكون موجودة في المعرض. هذه واحدة من المستجدات متاع الدورة 14 هذه. أكيد. فما مستجدات أخرى؟ أكيد. هو عدد العارضين اللي بلغ أكثر من 120 عارض بور اون بروميير فوا في معرض هذا يعطينا حتى يتسع معرض صفاقس. أكيد. خاطر عندنا الحمد لله عندنا الفضاء اللي يجم يتسع للعارضين هذوما ومعناتها العارضين هذوما جدد فيهم تقريبا 25% من عارضين جدد على الدورات مشاركوش في الدورة السابقة ولا الدورات اللي قبلها. وكذلك معناتها هذا يعطينا باش تشوف المساحة نتاع المعرض كبرت أكثر. فهمتني؟ وكما قلنا من جملة الحاجة الجديدة في المعرض كما قلنا الفوروم اللي هو مش يكون على 4 أيام. وكذلك نوصل موسى خاطر عندنا ما عندناش كينيكمون هذوما لي دو زيليمون، عندنا كذلك فقرات أخرى كتنشيط معناتها مسابقة وطنية في الفروسية اللي كانت قبل مسابقة جهوية ولات وطنية مش تعطي أمبلور أكثر للإيفينمون وتعطي حظوظ أكثر حتى للمتسابقين اللي باش يكونوا موجودين في المسابقة هذه. كذلك الكونكور كولينير معناتها في المسابقة في الطبخ ثم دي ديغستاسيون ثم دي جوري ثم مش تكون أنيماسيون أكثر مش تعطي الصيت أكثر للأكلات وهذوما الأشياء ثم ورشات مش تكون على أومارج دو سالون. هذوما الكل يعطيونا ما هي المستجدات اللي باش تكون في الدوره هذه. في السنوات الاخرى فما ناس قاعد تستثمر في الفلاحه، فما اتجاه للاستثمار في الفلاحه، فما حتى استثمارات كبرى رغم الطقس رغم الظروف المناخيه رغم كذا. يقعد ديما السؤال اللي قاعد يتداول هو التمويل. هذه مساله تمويل الاستثمارات
الفلاحيه ولغز، تسمع الارقام في الواقع ساعه ساعه ما تلقاهمش الارقام هذوما، دونك ديما نتسائلوا على التليفون يعمل حس سامحوني على على البنوك ويني، دونك باش تكون موجوده في اس ام ام ميدفود؟ اكيد المؤسسات البنكيه باش تكون موجوده وسائل التمويل خلينا نقول وسائل التمويل بيان سور هما ايفو معناتها اكسبوزي فو معناتها باش يعطيو دي برودوي جدد للفلاحه خاصه سيرتو للصغار الفلاحين معناتها ثم بعد القروض توصل لك تقل 40,000 دينار 40,000 دينار دونك هذوما الصغار فلاحين معناتها باش يبداو بالنسبه لي ميكرو كريد فوالا وثم بخلاف اللي الفلاحين الاخرين اللي يحبوا يستثمروا يعملوا سيرتو هو المعرض هو 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 سي بور فير لو نيتوركينغ باش يجيو اجانب باش يجيو توانسه هنا بور فير دي بي تو بي ان سي دي سويت دي بروجي دو بارتناريا هذوما مع المؤسسات البنكيه اللي باش تكون موجود باش يفتح افاق اكثر للفلاحه والشركات اللي باش تستثمر في المجال الفلاحي والصناعات الغذائيه وحتى كذلك التربيه الحيوانيه وهذاك معناتها هذا كله يدخل في قطاع الفلاحه بيان سور. المشاركات الاجنبيه عدد محترم بالنسبه للدوره هذه. وي عدد محترم سيرتو معناتها احنا قلنا عن ايطاليا واسبانيا وتركيا كذلك عندنا الاردن باش تكون موجوده كذلك عندنا سوريا الى جانب عندنا روسيا أول مرة مش تكون معنا روسيا، جناح فيها قرابة خمس شركات مش تكون ممثلة. شنو هي باش يعرضوا شنو؟ الماتريال توسكي الماتريال الهم للفلاحة وعندها كذلك الفلاحية، عندها كذلك اللي هي مش تكون سنة ضيف شرف اللي هي الجزائر. الجزائر مش تكون ممثلة من طرف وزارة الفلاحة من الجزائر، يعني مش تكون حاجة معناتها الأونور معناتها دي الجيري اللي مش تكون ممثلة في أربع شركات هما مجمع الحليب ومجمع الصناعة الغذائية وكذلك مجمع تثمين المنتوجات الفلاحية وكذلك الغرفة الوطنية الفلاحية، يعني مش تكون موجودة على هامش المعرض في فضاء محترم جدا للجزائر. من 15-19 مايو 2024 اسما ميد فود بمعرض صفاقس، مرحبا بالجميع. سي كمال قرقوري، انت مسؤول على المنتدى العلمي، مشرف على المنتدى العلمي لفوروم سيونتيفيك، شنو هي المواضيع اللي تم اختيارها وعلاش؟ هو انطلقنا من حكم اللي هي في صالون مهني، انطلقنا من مشاغل معناتها مش نجاوب عليهم، العلم مش يجي يجاوب عليهم. ومشينا في المواضيع هذوما، أهم موضوع تقريبا اللي مش ياخو حيز كبير اللي هو موضوع التغيرات المناخية، وفيه هو تحته هو ثم مواضيع أخرى فرعية اللي هما مثلا موضوع الماء واستغلال المياه وتحسين انتاجية المياه اللي هو موضوع مش يتلها بالجوانب متاع الكربون واقتصاد الكربون اللي هو مش يكون عنده أهمية قصوى في 2026 لأن كل تصدير مش يكون مربوط بقديش تنتج كربون وهذا مهم ياسر مش على الأقل تو نحضروا الأرضية لل لومبرانت كربون اي لومبرانت كربون لازمنا نحضروا الأرضية مش على الأقل يكون فيه جانب هذايا مهم وثم زاد جانب على القمح وقمح وخبز معناتها الكل هذوما تحت الغطاء نتاع التغيرات المناخيه دونك ثم سيسيون عن التغيرات المناخيه وتروا سيسيون اخرين ثلاثه اخرين على كل وحده على اللي كنت نحكي فيهم وثم زاد التمويل انت جبت عليه تو عملنا عن التمويل اللي هو كيما بانيل سؤال جواب سؤال جواب مش نحاولوا نقربوا الاسئله اللي موجودين ومش كون ثم اسئله الفلاحه حول اشكالياتهم في التمويل الفلاحي بالضبط الفلاحه صغار كبار كله معناتها مش نحاولوا ان نكونوا ثم عديد مثلا من بنوك الميكرو كريدي كل المكونات نتاع التمويل والمرافقه لاكومبانيومون معناتها انت مش ياخذ فلوس برك لازم ياخذ فلوس لازم ينجح دونك المرحله اللي من بعد كيفاش مش توصلوا للنجاح من اللي هو الفكره نتاعو كيفاش مش تولي فكره كيفاش مش تضمن ترجع فلوسك مش تضمن ترجع فلوسك كيفاش مش تولي فكره تنجم تاخذ عليها تمويل وكيفاش تنجحها وتوصلها للاخر اللي هو هذا عائق كبير وثم زاد مش نحكيو على الجوانب نتاع البحر وخاصه التكنولوجيات الجديده لتثمين السو برودوي نتاع المنتوجات البحر وخاصة الشركات اللي هي تاع
تعالجهم وتصدرهم، والتكنولوجيات الجديده في تصرف في المواد المائيه هذوما البحريه اللي هما في البحر كسواء الفاج ولا الصيد البحري. هذا تقريبا في بعجاله المنتدى العلمي. انطلقنا من المشاغل اللي حاولنا بنقاشاتنا خذت فتره طويله، احنا مش حددنا المواضيع، ومن بعد حاولنا نترجموهم في دي سيسيون اقصار، معناتها اللي هما كل وحده الببليك معين. دونك هالثراء هذا والتعدد نتاع المواضيع يطلب مدخلين ومختصين، كيفاش باش يكون؟ شكون باش يكون؟ هما المدخلين مش يكونوا ثم ميناء اخذي القرار والاداره اللي هي مش تعطي رؤيه الدوله واستراتيجياتها ونظرتها، مش يكون ميناء الجامعه ولا نقولوا البحث العلمي بصفه عامه اللي هو مش يعطي المستجدات وش قاعد يعمل البحث العلمي، ومش يكون مكون اخر اللي هو من المهنه، مش يولي هذاك النقاش الثلاثي المهم ثلاثه ركائز اللي مش تعطينا بعد الخلاصات اللي مش نوصلوا لهم. عندهم ثلاثه ركائز: المهنه اللي هي المستهلك بين الضفين، البحث العلمي اللي هو ينتج المادة والتجديد، والآخذ القرار اللي هما ماشي يستعملوا هذاك ويدفعوا كونه نمشيوا في اتجاه من الاتجاهات، مش في الأخر نحاولوا نخرجوا بخلاصة اللي عندها ثلاثة ساقين دونك ركزة، مش زوج ساقين تنجم تطيح ولا ساق. ثلاثة ساقين تنجم تمشي، وين لازمها تمشي؟ في الأخر باش نخرجوا بتقرير، باش نخرجوا بحاجة. باش نخرجوا بطبيعة، باش نخرجوا بتقارير اللي هما خلاصة هذاك الكل، وين ماشيين؟ ماشيين اللي فلاحة لازمها تكون منجة، فلاحة لازمها تكون مستدامة، وفلاحة لازمها تكون صامدة قدام التغير المناخي وقدام اللي نعيشوه اليوم. احنا كي كنا نحكيو بعض سنوات التالي مش ياسر، وقت نحكيو على التغير المناخي كان حاجة بعيدة ياسر، اليوم قاعدين عايشين في وسطها، دونك ثم العباد فايقة بها، واحنا مش نحاولوا نعطيو الحلول، مش نقولوا كان ما نغيروش مش نمشيو إلى أسوأ، دونك أهم الحلول مش نمشيو إلى أحسن، مش نولي عندنا صمود أكبر للفلاحة نتاعنا، الفلاحة تنجم تكون صامدة قدام التغير المناخي يكونش إذا عندها مناعة كبيرة، وهذا هما اللي مساج وبالتفكير والاستباق. التفكير والاستباق معناتها كل عبد، معناتها كي هو الفلاحه حي، كائن حي، كيماش تعطيه انت مناعه قويه بالتصرف نتاعك، وقت اللي تجي ازمه كسوا جفاف، سخانه، فيضانات، مش يكون عنده اكثر قدره على الصمود، قد ما يكون هو ضعيف مش يكون الصمود نتاعه ضعيف. سي حويل، الزيتون في صفاقس. الزيتون في صفاقس سناء. المشكل هذا نحكيو فيه، المطري البعلي منتاج نتاعه ضعيف ياسر فمنعدم، اللي هو مروي انتج وبطبيعه السوق. نحكي عن النواره نتاع العام الجديد. النواره نتاع العام الجديد كيف تقريبا في نفس الوضع، البقايع ثم شمال الساحل تقريبا وشمال صفاقس هذاك جاتوا امطار باهي قاعد نور باهي، رغم اللي نور بكري ياسر، وهذا يخافوا منه ينور بكري ياسر لان يجم ما تعقدش الغله. الجنوب ناقص شوية أمطار، مثلا النوار كان ضعيف ياسر وجات بعض التقلبات المناخية في وسط النوار. إن شاء الله نكونوا الإنتاج متاع مش يخرج قريب، الإنتاج متاع سنة معناتها الموسم القادم خير من الموسم الفائت إن شاء الله. ربي يوصل بالسلم إن شاء الله. كمال قرقوري بارك الله فيك. صحة. شكرا جزيلا سي عارف عيادي، بارك الله فيك. عايز. شكرا. تقابلوا في الدورة 14 من 15 ل 19 ماي بمعرض صفاقس اسما ميد فود. نمشيو إلى موضوع آخر، ونمشيو مع سامة ونتكلموا على البودابوس. البودابوس هذا آفة قاعد تدخل في عدة مناطق، موجودة في باجة، موجودة في بنزرت، مع المهندس معز فخفاخ من السامة. دونك كيفاش نكافحوه، كيفاش نواجهوا هالبودابوس هذايا؟ راه فما طرق للمقاومة، هذول تتطلب شوية صبر. تفرجوا معي.
تضرب النبته المضيفه نتاعها تقعد تمص فيها حتى تعيش الزراعة هذيك تقعد في سبات حتى ل 15 سنة، 15 حتى ل 20 سنة تقعد في سبات. وأول ما الفول يبدا ينور كعبة الزراعة هذيك تتحرك وتقول وبعد يعمل حرث عميق باش هيك الزراعة متاعو يطمرها يدخلها لداخل. النقطة الثالثة كونوا مذبي الفلاح
الشفافة هذه موجود في العديد من لي ديبليون، ونذكر بهم هذه كانت نصيحة سيما حول آفة الهلوك. نمشيو مع آخر الأخبار الفلاحية في برنامج الثانية مع رامي جبنوني. احتفل العالم يوم أمس السبت 27 من أفريل الجاري باليوم العالمي للطب البيطري، وجرت العادة أنه يكون آخر يوم سبت من شهر أفريل هو اليوم العالمي للطب البيطري، وهو فرصة لتكريم دور الأطباء البيطريين في الحفاظ على صحة الحيوانات والإنسان، تعزيز الإنتاج الزراعي والسلامة الغذائية. ويشار أيضاً إلى أن إحياء يوم عالمي للطب البيطري جاء بمبادرة تونسية منذ سنة 2000. أمضى البنك التونسي للتضامن والديوان الوطني للأعلاف وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى اتفاقية شراكة وتعاون تتعلق بأحداث خط تمويل جديد باعتمادات جملية تناهز 10 مليون دينار، تخصص لاقتناء الأعلاف الخشنة لفائدة صغار مربي الماشية الناشطين بصفة فردية أو صلب هياكل مهنية. وباش يتولى البنك إسناد هذه القروض بدون ضمانات وبشروط ميسرة وفق إجراءات تمويل مبسطة بسقف تمويل يصل إلى 10,000 دينار بالنسبة لصغار مربي الماشية، 100,000 دينار بالنسبة للشركات الأهلية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال تربية الماشي. وباش يتولى ديوان الوطني للأعلاف تزويد المنتفعين بالتمويل بحاجياتهم الأعلاف الخشنة، وهذا قصد مساعدتهم على تكوين مخزونات احتياطية من هذه المادة والعمل على الحد من تداعيات نقص الأعلاف خصوصاً لدى صغار مربي الماشي الناشطين بصفة فردية أو صلب هياكل مهنية. اصدر بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية يوم الخميس 25 من أفريل الجاري قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي يتعلق بتنظيم صيد التون الأحمر وتسمينه، ويهدف القرار إلى تنظيم موسم صيد التون الأحمر وتوزيع الحصص الفردية لصيده وتسمينه، ويمتد موسم صيد التون الأحمر سنوياً من 26 مايو إلى 1 جويلية. دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى الإسراع بإقرار برنامج الخزنة التعديلي والتدخل العاجل لامتصاص كميات البطاطا من السوق، بما يساعد على الحد من خسائر الفلاحين وفتح باب تصدير المادة هذه. وأكد الاتحاد في بلاغ ليه أنه تدفق كميات هامة من البطاطا وإغراق السوق عن طريق التوريد بقرار أحادي غير مدروس من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات أدى إلى تسجيل فائض في المتوفرات حالة دون قدرة الفلاحين على ترويج منتجاتهم وتكبدهم خسائر فاتحة جراء انهيار الأسعار. هكا نكون وصلنا لآخر حلقة برنامج الثانية لهذا الأحد. تفاعلاتكم على صفحتنا الثانية على فيسبوك، مرحبا بكم الكل، اسمها الثانية، تلقوا فيها تقاريرنا وفقراتنا بالنسبة لليوم وحواراتنا وأيضا كل نصايحنا وتقاريرنا للحلقات السابقة. ما تبخلوش باش تتفاعلوا معنا، ما تبخلوش باش تعطيونا ملاحظاتكم، ما تبخلوش باش تقترحوا علينا أيضا مواضيع. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. The
اليوم باش نحكيوا على عقود الانتاج لي كونطرا دو كولتور اللي عملتهم سيما واللي قاعده تخدم عليهم باش تحسن في مردوديه الفلاح وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلادنا في ظل هالتغيرات العالميه اللي عرفت نقص كبير في بعض المنتوجات وغلو اسوامها العالميه. شنو عقد الانتاج لو كونطرا دو كولتور؟ هو اتفاق تعاقدي بين المزارع واللي هو الفلاح وشركه سيما، يضمن فيه الفلاح باش تتوفر له جميع مستلزمات الانتاج وزاد الارشاد والاحاطه الفنيه اللازمه باش يتحصل على مردوديه هامه ذات جودة عالية ويقبل منتوجه للسيما بسعر مدروس من أول الموسم. أما بالنسبة للسيما فهي تضمن بدورها تجميع كمية هامة من المنتوج مع جودة عالية يسهل عليها تسويقها بكل ثقة وأريحية. علاش عقد الانتاج لو كونطرا دو كولتور؟ ما يختلفوش اثنين على اهميه التداول الزراعي في الزراعات الكبرى وقداش يزيد في البونتو نتاع زراعات الحبوب. اما كيما نعرفوا بكلنا المشاكل المربوطه بالزراعات هذه اللي تدخل في التداول الزراعي مع القمح كيما الفول والسلجم اللي هو الكلزا. الفلاح يزرع وهو مش ضامن تسويق الصابه نتاعو ولا عنده فكره على السوم اللي باش يقبل بيه، الشيء اللي يخليه ما يعطيش الحق اللازم للزراعات هذه. لهنا جات منظومه لو كونطرا دو كولتور اللي عملتها سيما باش الفلاح ينجم يبرمج من اول العام زراعات نتاعو وهو مطمئن من توفير مستلزمات الانتاج والمرافقه الفنيه حتى يقع تسويق الصابه نتاعو. شنو محضرت لكم السيما للموسم 2023-2024؟ سيما حضرت عقود الانتاج لي كونطرا دو كولتور لزراعات السلجم الزيتي، كولزا، الفول والشعير، الحلبه والساقل والتريتيكال. الفلاح باش يلقى سيما توفر له جميع مستلزمات الانتاج من الزريعه والاسمده والدوايات. كيما تحط سيما الفريق التقني نتاعها على ذمه الفلاحين اللي باش يقوموا بزيارات ميدانيه من اول العام ويختاروا معهم الطبه ونوع الزراعات اللي تمشي مع التربه ويتبعوا معهم طول الموسم ويحلوا لهم المشاكل اللي نجموا يتعرضوا لها وينصحوهم بالتدخلات الحينيه واللازمه باش يقوموا بها الفلاحين حتى نوصلوا لموسم الحصاد. وهكاكا الفلاح يضمن صابه وفيرة ومنتوج ذو جودة عالية ويقبل الصابة متاعو السيما بسوم مدروس حسب السوق واللي يكون معروف من أول العام ويخلص في فلوسه في ظرف وجيز ما يفوتش 15 يوم. هكا الفلاح ينجم يركز على نجاح الفلاحة متاعو وهو مطمئن، وهذا ما يكون كان فايدة للصالح العام ونساهموا الكل مع بعضنا بالطريقة هذه في تحقيق الأمن الغذائي متاعنا.